مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. بكره هيكون معانا الحلقه اللي اجريناها من موسكو من محطه الطاقه النوويه، وكان برنامج هنا العاصمه هو وسي بي سي اول يعني محطه تلفزيونيه غير روسيه تدخل الى مفاعل او الى محطه نوويه، عشان اكون دقيقه، الى محطه نوويه روسيه. ليه عملنا هذه الرحله؟ عملنا هذه الرحله لان هذه المحطة هي بالضبط ما سيتم إنشاؤه في الضبعة من شركة روز أتم، وبالتالي حبينا أن احنا يعني نشوف إزاي المحطة، الوقود بيجي منين، تخصيب اليورانيوم، حركة الوقود حتى وصوله للمفاعل وصولا للكهرباء والتبريد وكل العمليات، ونسأل على كل الأسئلة اللي علاقة بالعمال والسلامة والصحة والنفايات. غدا حلقة كاملة من موسكو من المحطة النووية الروسية، إحدى المحطات النووية الروسية. طبعا في عدد كبير من المحطات النووية الروسية بتنتج الكهرباء. النهاردة الحقيقة هيكون معانا بعد فقرة قصيرة جدا من الأخبار الحوار المرتقب للمهندس شريف إسماعيل السيد رئيس الوزراء. والحقيقة أنه في هذا الحوار السيد رئيس الوزراء جاوب على كل الأسئلة اللي احنا طرحناها له. يمكن ما نكونش خلال ساعة ونص أو ساعة وتلت، هي مدة هذا الحوار، طرحنا يعني أسئلة كتيرة، يعني إحنا كان عندنا أسئلة كتيرة جدا، بس اضطرينا نتيجة الوقت اللي هو ساعة ونص إن إحنا نهتم بالأسئلة الأكثر إلحاحا والأكثر أهمية في هذا الوقت، وهي أسئلة الإصلاح الاقتصادي والناس وعلاقتها بهذا الإصلاح وتأثير الإصلاح على الناس. دي كانت الزاوية الأهم بالنسبة لي. طبعا في لما بتكلم رئيس الوزراء بالذات لما يكون هذا هو ده تاني حوار، لأن أول حوار عمله في التلفزيون المصري وده تاني حوار للسيد رئيس الوزراء. لما يكون رئيس الوزراء بيتكلم وبيتكلم الحقيقة ما بيتكلمش كتير خالص، مقل جدا في حواراته، بيبقى عندنا أسئلة كتيرة جدا. لكن أنا وقفت في هذا الحوار أمام مجموعة نقاط. أهم نقطة هو أن المهندس شريف إسماعيل وحكومته مصرين على المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي. والحقيقة أنه يحسب لهذه الحكومة، ممكن نختلف معاها في أمور كثيرة جدا، ولكن يحسب لهذه الحكومة ولهذا الرجل وللرئيس السيسي، لأن هو القيادة السياسية التي ستأخذ هذا القرار. ده قرار سياسي يا جماعة، الإصلاح الاقتصادي ليس فقط قرارا اقتصاديا ولكنه في المقام الأول قرار سياسي. لو رئيس السيسي ومهندس شريف إسماعيل ما عملوش حاجة خالص غير إن هم أصروا على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، فهذا يحسب لهما يعني. والحقيقة أن أنا الإصرار ده لاحظته في كل إجابة أجاب عليها المهندس شريف إسماعيل. كل سؤال بسأله له بجد فيه إصرار على برنامج الإصلاح. هل ممكن تتراجعوا؟ لا. لو البرنامج ده كلفك حكومتك، كلفك أن أنت يعني ربما مشاكل وأن أنت تضطر لاستقيل، قال أنا متمسك بمكاني طول ما البلد محتاجاني وأنا لا أترك موقعي. هذا الإصرار على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي، دي مش حاجة سهلة، لأن احنا عندنا حكومات كثيرة وسنوات طويلة مضت كل حد عايز يأجل الإصلاح للي بعده. وانا بذكر الطالب اللي في مدرسة الطبري السنوية اللي قابل الدكتور خالد عبد الرحمن امبارح، العالم المصري القادم من ألمانيا، وسأله سؤال مهم جدا. قال له يا دكتور، واحنا ليه جيلنا اللي بيشيل كل مشاكل وكل كوارث السنين اللي فاتت؟ ولهذا الطالب وللكل الأجيال، الجيل اللي موجود دلوقتي اللي بيسأل نفس السؤال، واحنا ليه نشيل كوارث الأجيال السابقة؟ أظن أنه هذا الإصلاح الاقتصادي لكي لا تتحمل الأجيال القادمة كوارث الأجيال السابقة. في سنوات طويلة وقيادات طويلة قررت أنها تأجل الحل، وقررت أنها
ترمي الحل لقدام وتقول يا جماعه خلينا في الدعم، خلينا في التسكين، خلينا في المسكنات، خلينا في الاسبرين، خلينا في الادويه. لكن يحسب مره اخرى لهذا الرجل مهندس شريف اسماعيل، مهما اختلفنا ممكن نختلف معاه في حاجات، ممكن نقول له انت بتتكلمش كتير، ممكن نتكلم على امور كثيره جدا واختلف مع سياسات، لكن اصرار هذه الحكومه على تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، اصرار الرئيس السيسي على تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، دي جرأة سياسية واقتصادية تحسب لهذا النظام ولهذه الحكومة. التطبيق بقى هو اللي احنا مهتمين بيه، لانه القرار سليم لكن التطبيق هو اللي احنا طبعا بنقلق منه وبنقلق من تبعاته، واحنا لسنا في موقع المسؤولية لكي نحكم على الناس، وبالتالي التطبيق نتمنى لهم التوفيق في التطبيق، نتمنى ان هم يستعينوا بكافة الموارد البشرية والعقول المصرية الموجودة في العالم كله ليسألوا عن التطبيق، عشان يكون التطبيق وهو ده المحك، تطبيق البرنامج هو ده المحك. أنا هترككم بعد 10 دقائق تقريبا مع حوار السيد المهندس شريف إسماعيل، واللي بقول لكم بالفعل أنا أهم نقطة وقفت قدامها في هذا الحوار هو إصرار هذه الحكومة على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأظن أن هناك برنامج واضح لديهم، ونتمنى لهم التوفيق في هذا التطبيق. أتمنى أن أنتم تكونوا هتلاقوا من خلال الأسئلة الرؤية لهذه الحكومة، بتفكر إزاي، بتفكر إزاي في الإصلاح، بتفكر ازاي في الاستثمار، بتفكر ازاي في القطاع الخاص، بتفكر ازاي بالنسبة للمواطن العادي، بتفكر ازاي في موضوع السكر، بتفكر ازاي في طرحنا كل قضايا الناس في حدود طبعا الوقت المستطاع، لكن لو حبينا نقعد مع السيد رئيس الوزراء 3-4 ساعات يعني ما يكفيش الوقت. فده كان حوارنا مع السيد رئيس الوزراء. الحقيقة انه عندنا خبرين مهمين. عندنا خبر مهم انه السيد وزير المالية اعلن في اجتماع غرفة التجارة الامريكية النهاردة، السيد الرئيس استقبل ممثلي 50 شركة امريكية، وكان بيرأس الوفد، في وفد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين في مصر برئاسة ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية. كانوا مستضافين من غرفة التجارة الأمريكية النهاردة، قابلوا الرئيس السيسي، وكان في نقاشات مهمة على الهامش. لكن النهاردة على هامش هذا المؤتمر السيد وزير المالية أعلن أنه سيبدأ في الروتشو أو الجولات الترويجية للسندات المصرية ربما نهاية هذا الشهر. معي على الهاتف السيد وزير المالية السيد عمرو الجرحي. مساء الخير يا سيد الوزير. أهلا يا أستاذة لميس، حضرتك أهلا بيك. يعني إذن ستبدأون الترويج للسندات المصرية نهاية هذا الشهر تقريبا؟ في يعني بإذن الله على النص الثاني من شهر نوفمبر، قرب نهايته. نعم. الحقيقه يعني في مجموعه عوامل بتحد الكلام ده. واحد، انه طبعا كان في الاصدار بتاع السعوديه. 2، احنا طبعا زي ما حضرتك عارف ان احنا يعني بنقترب من الانتهاء مع الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 3، انه في الانتخابات الامريكيه طبعا، فبيبقى في حاجات احداث معينه بتفرض علينا توقيتات معينه. فاحنا يعني متامرين ان شاء الله بدايه من ما بين الاسبوع الثالث او الرابع من شهر نوفمبر نكون عاملين نبتدي الروتشو باذن الله. قيمه الاصدار تقريبا هنصدر في حدود كام يا سياده الوزير؟ بنتكلم حوالين رقم ال 2 مليار دولار يعني، زائد او ناقص، بس في حدود الرقم ده. الفايده حسب تعتمد معطيات السوق يعني. اوكي، الفايده قد ايه يا فندم؟ بصي انا معلش هسامحك، الارقام مش قصادي دلوقتي، لكن طبعا اللي حضرتك لازم تكوني عارفاه انه السوق لما يسمى بالاسواق الناشئه يعتبر سوق قوي وبقاله فتره قوي، نظرا لانه في كتير قوي من السندات اللي بتتداول عالميا او ثلث حجم السندات اللي بتتداول عالميا بيتداول على اسعار فايده ممكن تكون صفر وممكن تكون بالماينس، ففي حجم سيوله كبيره وفي رغبه كبيره من الاقتصادات اللي هي الصاعده او يعني اللي هي بنسميها الايمرجنج ماركت او الاسواق الناشئه، في رغبه للدخول في السندات دي. السعوديه لسه مخلصين اصدارهم ب 17.5 مليار دولار، 3 شرايح، 5 سنين و10 سنين و30 سنه، وكان حجم الديماند يقترب من 64 ل 65 مليار دولار. فيعني
هل الطرح السعودي ده ايجابي بالنسبه لنا ولا سلبي؟ يعني يؤثر على الاسواق ان هو يسحب السيوله، ولا بالعكس يحفز الاسواق على طروحات الميدل ايست؟ واحنا الحقيقه في يعني في الاردن بتطرح، الكويت بتطرح، يعني في عدد من الدول طرحين في نفس الوقت. صحيح صحيح، بس لو حضرتك شوفي تغطيه يعني تغطيه السعوديه طبعا 4 مرات لما يبقى في حجم طلب يزيد عن يعني في حدود ال 65 مليار دولار، ده يشرح لحضرتك قد ايه في طلب في السوق على الاصدارات اللي بمثل هذا الشكل. واحنا الحقيقه زي ما قلت لحضرتك انه احنا كتير قابلنا مستثمرين في الفترات اللي فاتت، وكله بيبدي رغبه وكله بيبدي استعداد في الدخول في السندات، خاصه بالتزامن مع الاتفاق مع صندوق النقد اللي احنا بنهدف ان احنا ان شاء الله نخلصه في اقرب فرصه ممكنه. الاجال يا فندم قد ايه؟ يعني بيبقى برضه في نفس التركيبه 5 و10 و30، بس ممكن المبالغ تقسم على حسب الاحتياج وحسب التوقيت. هل ال 60% اللي احنا عايزين نوفرها يعني اللي هي العقود الثنائيه او التمويلات الثنائيه زادت عن 60%، ولا لسه احنا عند نفس الرقم 60؟ لا لا، بتصور انها يعني لا طبعا زادت، ويعني يعني بال ال 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 يعني جزء كبير منها احنا في اطار الانتهاء منه. الحقيقه في يعني في جزء مهم من التعاملات دي بتتم بواسطه البنك المركزي، وبتصور ان احنا بنقترب من الانتهاء من مثل هذه الموضوعات يعني في شكل في وقت قريب جدا يعني. بشكرك السيد وزير الماليه السيد عمرو الجرحي. اذا مصر تصدر سندات دولاريه في حدود 2.5 مليار دولار على اجال من 5 ل10 سنوات، متوقعين الرود شو يبقى في الاسبوع الثالث من نوفمبر، وده معناه انه ممكن يكون الطرح بعدها باسبوع تقريبا، او تقريبا بيبقى في هذا التوقيت. ده جزء ايضا من التمويل اللي مصر بتحاول تاخده. طبعا السندات دي ادوات دين يا جماعه، دي قروض، فبنحاول ناخد السندات دي ايضا لتضاف الى الحزمه اللي موجوده لدعم الاحتياطي علشان برنامج الاصلاح الاقتصادي. احنا بنتكلم على ديفالويشن او فلوتيشن حسب ما هيشوف محافظ البنك المركزي وحسب السياسات النقديه للبلاد. واذا مصر بتحاول انها توفر اكبر قدر من التمويل لهذا التحرك، علشان هي مش هنقدر نروح لصندوق النقد الدولي زي ما شرحنا لكم قبل كده، وزي ما السيد رئيس الوزراء هيشرح في حواره، مش هنقدر نروح الا واحنا موفرين 6 مليار دولار، واحنا عاملين مجموعه من الخطوات، ويكون معانا بالذات الدولارات اللازمه لدعم الاحتياطي قبل هذه الفتره او قبل هذه الخطوات. من الخطوات المهمه اللي ايضا بيتم استشراف السوق فيها واستكشاف السوق فيها، نشرت جريده الاهرام ان هناك وفد رفيع المستوى من قناة السويس أو من الهيئة العامة لقناة السويس بيزور عدد من شركات الملاحة الدولية في الخارج لمحاولة التعاقد على الحصول على يعني رسوم العبور مقدما، يعني ناخد رسوم العبور على 3 سنين مثلا مقدما بالدولار طبعا تخفيض حوالي 2-3%، ده طبقا لما قالته جريدة الأهرام وعلى عهدة جريدة الأهرام. طيب في شرم الشيخ وصل الرئيس السيسي ليبدأ مؤتمر الشباب غدا، ويرأس مؤتمر الشباب غدا في عدد من الفعاليات المهمة، مؤتمرات مهمة ستعقد في شرم الشيخ، ندوات كثيرة، عدد كبير جدا من الإعلاميين مشاركين، عدد كبير جدا من الشباب مشاركين في هذا المؤتمر. نتمنى لهذا المؤتمر التوفيق، ومرة أخرى احنا بنقول انه هذا المؤتمر فرصة لكن ليس كل الفرص، بمعنى انه فرصه مهمه لتبادل وجهات النظر. اتمنى انه القياده السياسيه تستمع بقلب وصدر مفتوحين للشباب، حتى لو كانوا غاضبين، حتى لو كانوا متضايقين، احنا عايزين نسمع صوت الشباب ونسمع وجهات نظرهم. وانا عارفه ان في شباب من مختلف الاطياف معزومين في هذا المؤتمر، وموجودين 3000 تقريبا موجودين في هذا المؤتمر. وبالتالي احنا يعني كل هدفنا ونتمنى من هذا المؤتمر انه يحقق النجاح. لكن مرة اخرى، الشباب مش بس مؤتمر، الشباب يجب التواصل معهم بمختلف الطرق، عن طريق وزارة الشباب والرياضة، في الجامعات، السجون،
تعديل قانون التظاهر، مش هنقدر نقول بجد ان احنا عايزين نتواصل مع الشباب الا واحنا واثقين ان دي نيتنا الحقيقيه، والا واحنا بنعمل فعلا مجهود حقيقي مش بس في المؤتمرات ولكن ايضا على ارض الواقع. طب خلونا نشوف هذا التقرير عن مؤتمر الغرفه الامريكيه النهارده ونرجع تاني دقائق قليله قبل ان نبدا حوار السيد رئيس الوزراء. أكثر من 120 ممثلا ومديرا تنفيذيا لنحو 50 شركة أمريكية بدأوا زيارة لمصر لبحث فرص استثمارية جديدة، وبحضور وزراء الاستثمار والمالية والصناعة والتجارة والتعاون الدولي اجتمع الوفد اليوم لعرض نتائج لقائهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. الرسالة الإيجابية إن احنا دلوقتي الحكومة في يعني التزام بتنفيذ برنامج طموح، برنامج شامل اقتصادي في محاور مختلفة. أول حاجة إن يكون البنية الأساسية متواجدة، سواء طرق، مواني، صرف صحي، كهرباء، توصيلات غاز، كل البنية الأساسية اللي بيحتاجها المستثمر. عندنا مشاريع كتيرة بتخص إزاي إن احنا نجيب تمويل للقطاع الخاص، بالأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فبنشتغل مع الصندوق الاجتماعي، بنشتغل مع البنوك ازاي ان احنا نيسر على القطاع الخاص التمويل، بالذات القطاع الخاص والقطاعات اللي هي موفره لفرص العمل. هو اجتماع اساسا ينم عن ايمانهم بالاقتصاد المصري. هم عارفين ان السوق واعد، احنا عندنا 25% من تعداد الوطن العربي، وعندنا موقع، عندنا حاجات كثيره، في شركات ليها تواجد في مصر بتزود استثماراتها، وفي شركات جديده عمرها ما جت قبل كده هتخش السوق المصري ان شاء الله. آفاق استثمارية جديدة تلوح بوادرها في سماء الاقتصاد المصري والعلاقات الاستثمارية المصرية الأمريكية. خالد جمال، هنا العاصمة. الحقيقة أن المستثمر سواء أمريكي أو أوروبي أو أجنبي أو مصري كل أهدافهم واحدة وكل مشاكلهم واحدة، فنتمنى أنه برضو القضية مش مؤتمرات وزيارات وفود، القضية أن احنا على أرض الواقع نحللهم البيروقراطية، نشيل الأيدي المرتعشة، وكل ده احنا اتكلمنا مع السيد رئيس الوزراء فيه. طيب معي على الهاتف من شرم الشيخ زميلنا الأستاذ محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن. محمود مساء الخير. مساء الخير يا نور الامين، اهلا بيك. يعني قولي الاستعدادات، انت متفائل بهذا المؤتمر، ايه الاجنده بتاعه المؤتمر يا محمود؟ يعني انا اي حاجه تكون في صالح الشباب هذا الوطن الذي يمثل النسبه الاغلبيه من الشعب المصري اكيد لازم تدعونا للتفاؤل. واعتقد ان فعاليات المؤتمر اللي هيتم خلال 3 ايام هي اللي هتحدد مؤشر التفاؤل قد ايه. الامور هنا ما شاء الله، يعني عدد كبير من الشباب من محافظات مختلفه، من توزيعات سياسيه مختلفه، من فئات مختلفه. اجنده المؤتمر اجنده عامره، بنتكلم من اول المشروعات القوميه حتى السينما حتى البطل الاولمبي حتى الازياء، يعني موضوعات لا اعتقد كلها من خلال رؤية مصرية، لا أعتقد يعني في إن هي تم تناولها من قبل بهذه الاشتمالية. على مستوى المشاركين من الشخصيات العامة، يعني النهاردة شفنا شخصيات تدل إن في توسيع في الطيف السياسي. يعني النهاردة شفنا الدكتور حسام بدراوي، شفنا الزميل الأستاذ إبراهيم عيسى، شفنا فدليل أن هناك استيعاب لكل كويس. أنا سعيدة، أن إبراهيم عيسى موجود، وسعيدة أن الدكتور حسام بدراوي موجود الحقيقة. طبعا ده أمر يسعد، وأعتقد أن في ناس ثانية ممكن أنا بس ما كنتش شفتهم، وأعتقد أن كمان كل أعضاء الحكومة، وأنا واصل النهاردة كان معانا ثلاثة من الوزراء، وأعتقد كل أعضاء الحكومة موجودين وكلهم هيخشوا في الفعاليات. وزي ما قلت لحضرتك أن هنا الناس بتتكلم عن الجدول في سينا، في اعمال فنيه، في اقتصاديات الصحه بين النظريه والتطبيق، وهيناقشوا حتى كتب مثلا زي كتاب ماذا حدث للمصريين ودور. هل في كلام عن الحريات يا محمود؟ في كلام عن الـ 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 يعني القضايا اللي شاغله الشباب بجد؟ طبعا موجوده من خلال يمكن عنوان يعني الامور السياسيه، التمكين وغير ذلك. وزي ما قلت لحضرتك في البدايه، هو المحك
او معيار التفاعل او درجه التفاعل اللي هتحددها المناقشات. حتى الان الامور كلها تابعه للتفاعل، لكن ممكن درجه المناقشات والوضوح والصراحه في المناقشات اعتقد هي اللي ستحدد يعني هنقدر نوصل لحاجه. وان كان الامر ما اعرفه ان ده كمان المؤتمر ده نتاج لحوارات تمت مع اكثر من 100 الف شاب على مستوى مراكز الشباب خلال العام الماضي. وزي ما بقول لحضرتك يعني كل الامور مطروحه من السينما للتطرف للنسك الاخلاقي والقيم للشخصيه المصريه، يعني كل الترسيخ المبادئ الديمقراطيه في ظل التحديات الامنيه، الموضوع اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليه فيما يخص الحريات، التوظيف السياسي بمواقع التواصل الاجتماعي، دور التكنولوجيا، الموضوعات ما اعتقدش ان في موضوع بيثير الناس يعني او الناس مهتمه بيه الا ما موجود. طيب وخاصه ان عام 2016 هو يعني المفروض ان هو عام الشباب. بشكرك زميلنا محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن. يعني نتمنى طبعا نجاح لهذا المؤتمر، ومرة تانية بقول لكم هذا المؤتمر فرصة، ولكن ليس كل الفرص، هو فرصة مهمة ان احنا نسمع وان الرئيس بنفسه يسمع صوت الشباب من غير ما يكونوا شباب متنقيين، دول شباب من كذا من المحافظات كلها. انا سعيدة ان في اطياف مختلفة زي صديقنا وزميلنا ابراهيم عيسى، زي دكتور حسام بدراوي، زي غيرهم، سعيدة ان يكون في اصوات تانية مختلفة، يسمعوا أصوات تانية مختلفة. مهم جدا إن احنا نسمع بعض، مهم جدا إن احنا مهما اختلفنا فنحن نختلف على أرضية هذا الوطن. نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنذيع عليكم حوارنا الذي سجلناه بالأمس مع المهندس شريف إسماعيل السيد رئيس الوزراء. وزي ما قلت لكم ربما يكون أهم ما في هذا الحوار هو أن هذه الحكومة وهذا الرئيس وهذا النظام قرروا وخدوا القرار هو المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي. مش هنأجل حاجة مهما تأثرت شعبيتهم، مش هنأجل حاجة مهما كان ذلك له من تأثير. احنا ما بتدورش، الناس دي واضح انها ما بتدورش على مكاسب شخصية، بتدور على إصلاح هذا البلد للأجيال القادمة.